لا تزداد صعوبة هنا في شمال قطاع غزة بعد منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات ودخول المواد الغذائية الأساسية هنا إلى شمال قطاع غزة. أتواجد هنا في إحدى مراكز الإيواء في مخيم جباليا. لجأ الأهالي إلى عمل تكيات بسيطة لا تفي لسد حاجاتهم الأساسية هنا في مخيم جباليا. في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بينما يحتفل أطفال العالم باللهو واللعب والفرح في أجواء العيد، هنا الأطفال في مخيم جباليا يصطفوا لساعات طويلة للحصول على القليل من الطعام كما تشاهدون هنا الأطفال والأمهات يتزاحمون من أجل الحصول على القليل من الطعام لسد حاجاتهم الأساسية. اليوم احنا اشتغلنا تكييف مع كورونا في معسكر جباليا داخل مخيم معسكر جباليا، بنشتغل متطوعين تكييات، يوم رز وبندورة، يوم معكرونة بندورة، في كل الأشياء بنشتغل. والله هذه الآلات ما بسد حاجة، الصحن اللي بخذوه هذا المعكرونة بسد شيء من الناس. احنا بدنا نطلب من الشعب العربي كلها تمرق لنا الأكل والشرب من برا. احنا اليوم عندنا كل أشياءنا غالية، اليوم كيلو المعكرونة ب 40 شيكل حقه، التكييف بتكلف 10000 شيكل زي هذه، هي بتكلفتها 250 شيكل 300 شيكل كثيرة يعني. والله الله يعين كلنا، الله يعينه، الله يكون بعون الناس جميعا إن شاء الله يا عم. والله احنا بنعمل التكييف كلها بصعوبة، بلاقيش غاز حتى نشتريها من الأسواق، الأسواق كلهم التجار بغادوا الأسعار. يعني فيش عندنا اهتمام في اسعار في اسواق كله بشكل عام. احنا كنا الله يعين يكون عام المواطن اللي بيشتري شغلات زي هذه، المواطن اليوم معوش ولا حاجه. تاتي هذه المشاهد الصعبه لاهالي مخيم جباليا في ظل منع قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات الانسانيه الى شمال قطاع غزه. كما تشاهدون هنا الطعام لا يكفي لسد احتياجات الاسر. إذن هكذا هو المشهد هنا في مخيم جباليا مع استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات والمواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة. فادي الوحيد لقناة الغد، مخيم جباليا.